من اليوم بدنا ناخذ ملاحظات ملاحظات بالاول خلينا قلبي حبيبي خلينا قلبي خلينا فوالا بس نشيل كل الكليكيش بعد والله العظيم احنا فارقين بسببك مدام اسم الله كثير انبسطت فيك قال لي ايهاب امبارح قال لي لولا مدام ماري فتحت التم ما كنت انا عشان ولا شيء بس كان يعني عيوني كان عليك وقت تعملي لي هيك تحت الماء بس تطلعي فيه بس مش بس انا في كتير عم بيشتغلوا عليكم اكيد لا ميرسي كثير لهم كلهم يعني كلهم مش بس انا ابدا بس الخطوه الاولى طيب هلا انتم بدي رايكم كيف كان تفضلي نعم رني وكان فاتح كان مدحر صوته لبرا مش ما بيننا برافو ال اي ال ان سمعوا كله سمعوا مخارج الحروف كانوا كثير واضحين تريبيان بعد فين؟ بحبه أدائه كان حلو كثير لما ملك هالاشياء فتحت التمو تحت متى فتحت الكربيراتور بشوفك انت مبسوطه يعني احنا مبسوطين الحمد لله وانت تفضل يلا كومنتير انا فتحت الموجر بيس صاب النوتات كلها فتحت الايك انت كنت حاط صابهم كلهم صابوا حتى العالي لما فتحت امه كثير جوهر صوته انا ما بدي امشي كان بيكس اوكي غسي كان زي القمر جي با كومبري كان بيكس على النوضه معلش اه ايه غسي تذكر وانا داخله بغير مين بعد بده لان كنت في شيء اهم بعد اهم صاب النوطه ما صاب النوطه فتحت التيم بحبه ليك رفايل كان مرتاح كثير كان مرتاح كثير وعنده حضور كثير كان حد الفنان قصدك في شيء كمان تغير هالناس تغير كثير القرار مزبوط صار عم ببلش ياخذ محله ومرتاح وعم بغني يا ويلك بس يا ويلك اذا بترجع لورا تذكرت امك ايه تفضل انه انتم بتحسوا عايشين سوا وبتعرفوا شيلك من المسح كل ما واحد غلط شو اذا فتح تمه او لا اذا ما فتح تمه يعني مش معلق خلص هيدا كوداني هيدا فرق كثير يلا فتحت تمه ولا باقي على باقي ايه فتحت تمه عن جد فتحت تمه لاني مش ما اللي بحبه فتحت تمه عن جد هو بيعرف ايه بقى طيب فتحت تمه وما طلعش بره الطوب فتحت بقه انت بتقول اه بقه حدا بعد عنده انا كنت مستمتع ايه اقربنا لانه وصل لك الاداء يعني ما وصل لي انه كانديدا عم بيطلع يعمل هيك بيرفورمنس كان فنان يعني كانوا كلهم ثلاثتهم كانوا هيك شفت لانه قبل بمره كنت تمك مطبق كان امبارح تريبيا احسن مره بتغني احسن مره بتغني حنان امبارح من اول انت بسيطة. حسيت كمان زاد شيء كثير مرتاحه كانت مرتاحه اول مره ما بشوف اغلط بادائه ولا غلطه انت شفتي سامعه ايه بس ما بيكفي هلا في اشياء كثير نعم كان حلو احساسك كان مدام كانت تغني كثير حلوه كانت إيه؟ هلا بدي منا انه مش كل شيء فورتي فورتي يعني كله قوي لما نزلت قوي تخلطوا الاحساس والقوه مع بعض بلا ها شفت هلا لقينا فهمتي بنتي كثير 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 منيح كثير مرتاح بحبه انت مهضومه هلا انا كمان بحبه زيك بدي اسمع صوتك يلا رافائيل بحب ما طلع لي غير محبب انا غني بس بكافي كافيني اصلا ما غنيت منيح ما غنيت منيح الانسان ما بياخد معه شيء الا المحبه صح عندك الله كله ماشي كانوا من زمان الملوك يحطوا لهم الذهبياتهم وكل شيء كله معهم انه راح ياخذوهم معهم بالاخر شو بيصير بكون واحد ماري بيتمرن بيلاقيهم بياخذهم بيبيعهم احسن له تاني هلا
مين بعد بده يقول شيء هون؟ انا ناطق انت تقول. ما انا جاي احكي. انا بدي اقول له شيء. قولي. ان شاء الله كل مره بتطلع فيها على المسرح بغني احسن واحسن. برافو. مش احسن انه احسن يعني احسن من احسن من قبل. طيب بعد في شيء؟ لا. طيب انا تفضل. تقبرني لك شيء. ايه. انا كثير حلوه امبارح وغنيتي كثير منيح. كثير منيح. بحبك مدام ماري. شو قالوا لين؟ فلا تتقلي. بو في شغلة عنده بدي يخلص منها. الوقفة. ايه؟ شو قلت لك أنا مبارح؟ الوقفة هلكتني مبارح. بس بدي يبلش الجملة بيعمل هيك. ما انت لشو هون؟ على هو. نبش عم نبش عشيك. عشان تنبش. بس ما بدنا نوقف هون. انا حاسه بنفسي. برافو عليك. صوت راسها مبين كثير اصلا. بتجني بتجني. بس بدي يعني اللي بيسمعوها اول ما تفتح تمها واو بتجني هيك هيك بدي اسمع. انا نفسي اعمل كده. مزبوط. نفسي اشوف حاجه جديده فيه. ايه خلاص بدنا نشتغل على الشغله. ستيل راب هو اكثر ستيل اصعب شيء بيضيع التيمبو بيضيع الفن. برافو عليك. هي كانت بالتيمبو ضلت ماشي مع التيمبو. مزبوط. برافو برافو. شو في بعد؟ حسينا انه بروجرام عالمي. شو؟ حسينا انه بروجرام عالمي مش عربي. بس هو بروجرام. يلا حضور رائع 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 بياخد العقل. بسطتي. صوته بياخد العقل. بلش يكبر صوته. عن جد. فوالا كنت ناطره هالشغله. بلش يكبر الصوت صار عم بياخد محله حد الرقص وكل شيء. نعم. اقوى منا انت. انا جيت غنيت. منيحة هاي منيحة. اوكي بون بنت مشان هيك تقدمت. كل شيء كان حلو. ايه كل شيء مكتوب. ايه حسيتوا كل شيء اجنك. ليكوا بتحبوه كثير كامل. بس انا في شغله في شغله. لا لا طبعه ضعيف. لا ما له علاقه معه. كان بيحمل تابلو اقوى. ايه لانه عنده كاريزما للمسرح قوية كتير. هو كاريزما كتير أصلاً. إيه. بس بدي منك بدي منك شغلة بدنا نشتغل على الباور أكتر. باور. داكور. وبترافايي سور سا. تفضل. كان كتير حلو امبارح. كان إحساسه حلو امبارح. مطرب. فنان. يطربنا. أنا لما بغني. بس كان خايف شوي. برافو كان خايف. تعرفوا ليه كان خايف؟ لأنه بلش يفهم انه لازم يعمل هيك لازم يعمل هيك لازم يعمل هيك. كان قبل يغني مثل ما هو بيعرف. بس لما شاف انه لا مش هاي هي الطريق في غير طريق صار عم بفكر. معلش اول جمله كانت قاشطه شوي بعدين قلع. مزبوط. ما بقدر اقول لك رنه صوتك شو كانت حلوه. بحكي من فرنوان. أنا عايزة أقول حاجة. قولي. أحسن مرة علي غنى فيها مبارح. مبارح مظبوط. وإحساسه كان حلو جدا وحضوره كان رائع. لايك. غني مدام. غني تكنيك. حسيت إنه غني تكنيك شفت. أنا شو قلت لكم أول ما جيت للي بيكون صواتهم صغيرة بيتقدموا أكثر من الصوات الكبار. لأن الصوات الكبار رايحة بالباور. ببين فيها غلط دغري. دغري ببين الغلط. برافو. صلحوا. فنان خليجي. فنان خليجي. خليك هيك وما تقول اني انا وصلت خلاص. لا طبعا بدك تعطينا على احلى واحلى واحسن. تامرين امر انت يا مدام. عيوني لك. اوكي انا كثير حلوه. الله يخليك طول بعمرك. يلا انا كمان كنت زي القمر امبارح. ده اولا. ثانيا غنيتي حلوه قوي 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 قوي. شو بدك اكثر من هيك؟ لا بقلا اللون الطربي عن جد. ايه فممكنت ليك جديد عليا. اه جديد عليا. كانت قد التحدي هي كمان. بعد مره تانية اذا عطوها بتتحسن اكثر واكثر. قد بغنيها احسن. ايه اكثر. بس اجمالا فتح تمها فتح الكربيراتور مشي. خلصنا. هي اول اتاب صعبه خلصنا منها. اول شيء مسؤوليه كانت كبيره غنيه صعبه. مزبوط. وصلتني وصلت لك. وصلتني وصلت لي. حلو. كما هي حلو كما هي.